السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين. ليس في وسع أحد أن يتصور حجم ما خططه أقلام العلماء والمفكرين والأدباء المسلمين في شتى فروع العلم والمعرفة. فعندما جاء الدين الإسلامي الحنيف وحث على العلم والقراءة وما نتج عن ذلك من حفظ للقرآن الكريم والحديث الشريف في الصحائف والكتب، بدأت تنتشر الكتابة، ومن ثم ظهرت المكتبات. فعرفت الحضارة الإسلامية أنواعاً متعددة من المكتبات لم تعرفها أي حضارة أخرى في التاريخ، واخترنا لكم في هذه الحلقة استعراض عدد من أشهر تلك المكتبات الإسلامية على مختلف العصور. أشهر هذه المكتبات على الإطلاق مشاهدين الكرام هي بيت الحكمة، وهي أول مكتبة أكاديمية وعامة تقام في البلاد الإسلامية، ويرجع المؤرخون تأسيسها إلى الخليفة هارون الرشيد وازدهارها في عصر ابنه المأمون. وتعد بيت الحكمة من أشهر وأعظم المكتبات في التاريخ الإسلامي، وقد حرص الخلفاء العباسيون على جمع نفائس الكتب ونوادرها من المؤلفات العربية والمترجمة عن اللغات المختلفة، ولم تكن مجرد مخزن للكتب بل كانت مركزاً للبحث والدراسة. وقد وصفها ديورانت في كتابه قصة الحضارة بأنها مجمع علمي ومرصد فلكي ومكتبة عامة، وظلت قائمة حتى سقوط الدولة العباسية على يد المغول في العام 656 للهجرة، حين نهبوا وخربوا بغداد. ومن جملة ما خربوا هذه المكتبة فألقوا في النهر بالآلاف من الكتب والمخطوطات التي كانت تضمها هذه المكتبة. ومن المكتبات المعروفة في التاريخ الإسلامي أيضاً مشاهدي الأحبة تلك المكتبة التي أنشأها سيف الدولة الحمداني في مدينة حلب، والتي سميت بخزانة الكتب، وقد ذكرها المؤرخون وأكثر من وصفها، ويقال أنه كان يوجد بها 10,000 مجلد عندما أحرقت هذه المكتبة أيضاً للأسف. وهناك أيضاً مكتبة قرطبة في الأندلس، وأسسها الخليفة عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر في مدينة الزهراء بقرطبة. وقد حققت هذه المكتبة أوج شهرتها في عهد ابنه المستنصر، الذي كان واسع الثقافة محباً للعلم، فأنفق عليها الكثير من الأموال وجلب إليها الكتب من كل الأقطار. وقد وصفه ابن خلدون بأنه جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله. وقد حوت هذه المكتبة حوالي 400,000 مجلد، كما كان لهذه المكتبة أثراً واسعاً في نشر العلوم الطبيعية والطب والرياضيات وغيرها. ولكن وللأسف الشديد كان مصير هذه المكتبة هو نفس مصير المكتبات المشرقية: الحرق والسلب والنهب والتخريب. أما دار الحكمة الشهير في مدينة القاهرة فقد أنشأه الحاكم بأمر الله الفاطمي، ورصدت وقتها ميزانية ضخمة للإنفاق على احتياجاتها ومستلزماتها، وقد بلغ تعداد الكتب في هذه الدار الآلاف المؤلفة. ويكفي القول مشاهدين أن كتب الرياضيات وحدها في هذه المكتبة بلغت 6,500 مخطوطة، بينما كتب الفقه والفلك والهندسة وغيرها أكثر من ذلك. وكان لهذه الدار أثر كبير في نشر المعرفة والعلم والأدب والتراث، وأسهمت في حفظ المخطوطات النادرة والفريدة وصونها. كذلك أعزائي المشاهدين، كان المسجد الأقصى المبارك كغيره من المساجد الكبيرة في الأقطار الإسلامية مركزاً للحياة الفكرية وتدريس العلوم الدينية والدنيوية، وكان له مكتبة مهمة ضمت أمهات الكتب ونفائس المخطوطات. أما تاريخ نشأتها فيعود إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين، كما أشارت بعض النصوص التاريخية، ومنها ما ذكره ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد. إلا أن أخصب الفترات التي مرت بها مكتبة المسجد الأقصى بدأت من القرن السادس الهجري، حيث شهد عصر الأيوبيين والمماليك نهضة علمية كبيرة في فلسطين عامة والقدس خاصة. ومن مظاهرها كثرة إنشاء المساجد والمدارس والمكتبات وتعميرها في مختلف أنحاء البلاد. كذلك أعزائي المشاهدين، فإن المكتبة الظاهرية في مدينة دمشق تعد في تاريخنا الإسلامي واحدة من أغزر المكتبات في العالم الإسلامي، لما تضمه بين جنباتها من نفائس الكتب ونوادر المخطوطات، وهي التي أسسها السلطان الظاهر ببرس في العام 676 هجرية. وتقع هذه المكتبة ضمن المدرسة الظاهرية الكائنة قرب الجامع الأموي في دمشق القديمة، وكانت تحوي نفائس المراجع وكما كبيرا من الكتب والمخطوطات.
وضمت إليها العديد من المكتبات الأخرى على مر السنين، كما أوقف الكثير من المسلمين كتبهم على طلابها، إذ كانت في بداية أمرها مدرسة يقصدها طلاب العلم من كل الأصقاع. كذلك أيضاً مشاهدينا، كانت مكتبة جامع القرويين في قلب مدينة فاس بالمغرب من أكبر المراكز الثقافية في العالم الإسلامي، وضمت ملايين المخطوطات ذات القيمة النفيسة في العلوم الإسلامية كافة، والتي تم توارثها عبر القرون. ويعود تأسيس جامع القرويين إلى العام 859 هجرية على يد فاطمة الفهري في عهد حكم الأدارسة. نعم مشاهدي الأحبة، كانت تلكم أهم وأشهر المكتبات الإسلامية في التاريخ، وإن تاريخ هذه المكتبات ودراستها إنما هو تاريخ للفكر الإسلامي والحضارة الإسلامية طوال الحقب التاريخية المختلفة في تاريخ الإسلام، حيث قامت هذه المكتبات بدور هام ورئيسي في بناء هذه الحضارة ونشر العلم والمعرفة.